نعرف زي ما حضراتكم عارفين الجوانب الفنية، ازاي النادي الاهلي يشتغل بكرة، الارقام الاحصائيات عندنا يعني نجوم كبار جدا جدا، الكابتن طبعا معانا كريم، طيب معانا كريم احمد تاني، وطبعا الرئيس بعثتنا الغزاوي هنشوفه في لقاء خاص، بعديها هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل اتنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي. مرحب بيك كابتننا الكابتن هاني رمزي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يا رب ان شاء الله باذن الله بعد دعواتكم ودعوات كل جمهورنا بمشيئه الله، بطاقه التاهل، بالجهد والقلب وشخصيه النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء بمشيئه الله ان شاء الله نرجع ببطاقه التاهل. كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها طبعا مع رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الغزاوي، الحقيقه اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي. مرحب بيك يا محمد بيه، موفقين كالعاده يا رب ان شاء الله باذن الله، الترتيبات على اعلى مستوى، ترتيبات اداريه فنيه، انقصنا التوفيق ان شاء الله. لكن عايز اتكلم في البدايه الانطباع من اول يوم وصلنا الاجواء، حطينا في الاجواء كده يا محمد. اهلا وسهلا بيك قناه النادي الاهلي، واحب اسلم على كابتن هاني رمزي. طبعا الاجواء من ساعه ما وصلنا بصراحه الناس يعني استقبال رائع من فريق نادي الرجاء، من اول المطار لغايه فندق الاقامه لغايه ما بنيجي التدريب كل يوم، استقبال رائع وتنظيم كويس جدا منهم. العلاقات دايما ما بين نادي الاهلي ونادي الرجاء علاقات طيبه جدا، واحنا يعني الحمد لله قمنا بنفس الكلام في القاهره، استقبلناهم احسن استقبال بشهاده كل اعضاء البعثه اللي كانوا موجودين، وسهلنا لهم كل الامور اللي نقدر عليها. طبعا من ساعه ما وصلنا وجينا التمرين هنا في ملعب الاتحاد الرياضي، السيد يوسف الحسنيه استقبلنا احسن استقبال، وكل الناس المسؤوله في ملعب الاتحاد الرياضي استقبلونا احسن استقبال. يعني هو كان لسه بيحكي لي في اول ما جينا ان كابتن خطيب المره اللي فاتت لما جه كانت ارضيه الملعب عجباه جدا، يعني وسعيد بان احنا بنتمرن هنا، احنا فعلا سعداء بوجودنا معاهم هنا. كل مره الناس تستقبلنا في كل تدريب احسن استقبال، موفر لنا كافه وسائل الراحه اللي نقدر عليه اللي يقدروا عليها، اي طلب لينا بيطلبوه يعني بنطلبه بيبقى بيلبه لنا. الحمد لله الفرقه كله في قمه تركيز، موجود كل الناس على قلب رجل واحد، كلهم عارفين المهمه اللي احنا جايين لها، وان شاء الله باذن الله كلنا نقدر نرجع باذن الله منصورين من المغرب ان شاء الله باذن الله، متاهلين للدور اللي جاي. يمكن النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، وده اللي شفناه الحقيقه في اي خطوه الناس بتشيد بالنادي الاهلي. يمكن على طول كمان كان في عضو مجلس اداره كمان تواجد، ويمكن سلم على حضرتك وتواجد معاك فندق الاقامه، الزيارات المستمره دي ومدى العلاقه، لان هي مباراه كره قدم محمد ب 90 دقيقه فقط لغير، احنا بنتمنى التوفيق لنفسينا، لكن بشكل عام بتشوف الكره القدم هي بكره الشعوب فقط لغير. الاستاذ خالد فاكرني نائب رئيس نادي الرجاء، جالي فندق الاقامه ويعني قال لنا اي حاجه محتاجينها اطلبوها اي وقت، احنا سعداء جدا من احنا نقدر نلبي اي حاجه موجوده. العلاقات ما بيننا وبينهم علاقات فيها ود شديد جدا، والعلاقات ما بيننا وما بين اعضاء مجلس اداره نادي الرجاء ورئيس النادي وما بينه وبين كابتن خطيب في علاقات قويه جدا، واحنا علاقاتنا دايما الحمد لله كان النادي الاهلي طيبه بكل دول الفرق الدول الافريقيه، و يعني ان شاء الله باذن الله تفضل دايما العلاقات في هذا الشكل. وكان بيتكلم معايا ان هو عايز يعمل توأمه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الرجاء، واتكلمنا في هذه الامور، وان شاء الله اعرضها على كابتن خطيب باذن الله اول ما ارجع، وان شاء الله يبقى في فرصه ان احنا نقدر نعمل توأمه بيننا وبين نادي الرجاء. تدريب امس مميز جدا الحقيقه، واول امس والنهارده كمان يمكن التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، الجاهزيه شايفها ازاي؟ رغبه اللاعبين شايفها ازاي؟ لان حضورك مهم جدا، انا شايفك بتتابع التدريبات من العين كده محمد بيه، شايف لعيبه النادي الاهلي عندها رغبه ولا؟ اللعيبه ما شاء الله في قمه التركيز من اول ما طلعنا الطياره لغايه ما وصلنا لغايه كل تدريب، ما بين التدريبات الانضباط اللي موجود عند كل اللاعبين من اول الالتزام بمواعيد الغداء، بمواعيد التدريب، بمواعيد الجيم، اللعيبه كلها مركزه تركيز عالي جدا الحمد لله، والجهاز الفني والاداري والطبي كل الناس مركزه، كلهم زي ما قلت لك في الاول على قلب رجل واحد. انا موجود معاهم في كل التدريبات، في كل التوقيتات اللي فيها حاجه رسميه لينا، اذا كان تدريب، اذا كان فطار، غدا، عشاء، صلاه فجر، كل التوقيتات انا موجود معاهم. مع الدكتور محمد شاوي موجود معانا في برضه عضو مجلس اداره، متواجد معانا في كل التوقيتات اللي بنلتزم بيها مع الفرقه. النهارده وصل المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي، وبرضه هو معانا في كل الامور. يعني الحمد لله كلنا كده زي ما نقول كلنا على قلب رجل واحد، كلنا عارفين ان احنا طالعين في مهمه، اللعيبه على قدر المسؤوليه، هم عارفين ومتعودين كلهم، وكلهم لعيبه اصحاب خبره،
جهاز فني واداري وطبي متعود على المباريات اللي زي دي، فان شاء الله باذن الله نرجع مفرحين كل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك كل الشكر والتقدير الحقيقه للاستاذ محمد الغزاوي رئيس بعثه النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره على هذه التصريحات. الروح مطلوبه، الرغبه مهمه جدا، القلب على القلب زي محمد بيه قال. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي مهما كانت الكثافه الجماهيريه، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت اي صعوبات تقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده هدف وحيد وهو الحصول على بطاقه التاهل. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود من المغرب ببطاقه التاهل.